هذا البرنامج بالتعاون مع ايكيا. الجنينة وديزاين الجنينة، طبعا الجنينة من الحاجات اللي بتأد فاليو عالية جدا للبيت. في الصيف بيبقى عندك مكان تو انجوي، تلعب فيه، تعزم صحابك، تشرب الشاي بتاعك، وفي الشتاء بيبقى عندك سينري او فيو بيأد سبيس جوه البيت. والجنينة دايما بتأد سبيس جوه البيت، حتى لو هي صغيرة دايما بتأد اكسترا سبيس جوه البيت. طب اجي اعمل ديزاين الجنينة ده ازاي؟ ابتدي منين واعمل ايه؟ وهجيب لاندسكيب ديزاينر ولا لا؟ وانا هجيب لاندسكيب ديزاينر ولا لا، انا هقول لكم كده على شويه برينسيبلز ازاي تو ديزاين الجاردن بتاعتك اللي في البيت. اول حاجه لازم نعملها ان احنا نعمل زونينج للحاجات اللي انا عايزاها للبيت، يعني احدد كده انا محتاجه ايه في الجنينه دي. هل محتاجه مثلا باتيو قدام البيت؟ هل محتاجه مثلا حته تبقى شيدد؟ هل هعمل لون؟ هل هعمل مثلا فيجيتابل جاردن، كيتشن جاردن؟ لازم اكون محدده انا عايزه ايه جوه البيت، وبعد كده ابتدي اعمل كونسبت للسبيسز. انا في الخطوه الاولانيه كده حددت الاماكن اللي انا هزرع فيها اللي هيبقى فيها سوفت سكيب، والاماكن اللي انا هبلط فيها علشان دي هتبقى فيها القعدات. بعد كده اتخيل بقى انا عايزه اوصل بين القعدات دي ازاي. هل في طريقتين؟ طبعا هل ممكن اعملها اورجانيك او ستريت لاينز. والاورجانيك دي انا دايما بريكومند لو البيت مثلا الستايل بتاعه قديم، او الانتيريرز بتاعه البيت مثلا كلاسيك، او يعني شكلها سوفيستيكيتد شويه فبتليق عليها قوي الستايل الاورجانيك. ولو البيت مودرن او يعني في ديزاينز فيها ستريت لاينز، يبقى الجاردن برضو بتاعتي تبقى نفس الستايل اللي جوه. وبرضو لازم ناخد من الوان وروح البيت من جوه، عشان اجان هو ستايل البيت من بره المفروض يبقى كومبلمنتري قوي لجوه. يعني بعد كده ابتدي اختار الماتيريالز. الماتيريالز طبعا احنا عندنا الارضيات هي تقريبا الاليمنت القوي قوي بره، بنختار الهارد سكيب اليمنتس. والارضيات احنا ممكن نعمل كذا حاجه، ممكن طبعا نعمل بورسلان، ممكن نعمل رخام محلي او مستورد، ممكن نعمل ديفرنت كاتس فيها، ممكن نعمل خشب، بس طبعا لازم يكون خشب تاك عشان يستحمل الاوت دورز. بعد كده بقى نيجي للبلانت سيلكشن، ودي بتبقى خطوه مهمه جدا. البلانتس طبعا ليها ديفرنت فانكشنز، يعني الشجر كمان بيكبر بطرق مختلفه وليه ديفرنت فورمز. لازم اكون عارفه طبيعه الشجر اللي انا بختاره، يعني في شجر بيطول بالطول، في شجر بيفرد بالعرض، في شجر بيملى، في شجر ما بيملاش، في شجر ما بيطولش عن متر ونص. فلازم اكون عارفه طبيعه الشجر اللي انا بحطه في البيت، ودايما ازرع الكبير او الطويل ورا والقصير قدام. وانا كمان يعني بعمل الديزاين بتاع البلان سيلكشن او بختار البلان سيلكشن طبعا مع المسؤول، المهندس الزراعي المسؤول او المسؤول الزراعه بتاعي اللي موجود في البيت. لازم ابقى عارفه انا عايزه اشوف ايه من جوه البيت اللي بره البيت، يعني زي مثلا لو الجنينه على كيتشن او دايننج، لازم ابقى عارفه المدى بتاعي هيبقى شايف ايه او لاقط ايه. طبعا بعد كده ابتدي اختار اللايتنج بتاعي، واللايتنج بتاعي لازم يكون فيه كذا لير. يعني النهارده في لير اللي هو الارض، طبعا دي اقوى لير، هيبقى ممكن احط فيها ابلايتس عند القعدات مثلا، او عند شجر مميز او ديكوريتيف يعني اليمنتس. وممكن طبعا احط سبايكس عند الشجر بوزعه في كل الشجر. الحيطان ممكن حيطان البيت نفسها استعمل بروجكتد لايتس، ممكن استعمل برضو واشرز تعمل واشنج على الحيطان، بتدي فيو حلو قوي بالليل في المكان. لازم اكون مفكره الجنينه بالليل عامله ازاي. وطبعا في القعدات البرجولات لازم اكون مجهزه لها كهرباء، عشان ممكن اركب فيها باندنتس او سبوت لايتس، او برضو ممكن تراك لايتنج. دي كانت حلقه النهارده، انا جيلان زاهر ودايما معاكم في تان ديزاين. تان موجو 100% سمارت فون، من هاتفنا المحمول الى هاتفك المحمول، محتوى رقمي جديد.